بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشرح لكم عن طريقة شحن رصيدك في جوي. بنبدأ نروح على كلمة أشحن حسابك، هذه الصفحة الرئيسية بعد ما نحمل التطبيق ونحط حسابنا. نروح على أشحن حسابك، هنا بطاقة الشحن نستخدم طاقة شحن سوى العادية اللي تنباع في البقاي. مجرد ما نحط هنا الكود اللي موجود نسوي إيش أشحن، راح يتم الشحن. لكن من ميزات الشحن بالبطاقة الائتمانية أو مدى إنه أنت تقدر تشحن حتى ب10 ريال، يعني هذا غير موجود، هذا في البقال غير موجودة، في البقال الأقل شيء 20 ريال. نروح على أشحن بطاقة الائتمانية، بمجرد ما نحط مثلا 10 ريال راح يتحول على طول 11 أو مع الضريبة. تسوي تم، بعد كده مثلا نضغط أشحن، زي ما شايفين 11.5 راح يكون فيه 15%، وبعد كده نحط بطاقة الائتمانية وجميع المعلومات. فينا عن طريق السي سي باي، فينا عن طريق أبل باي. ما قدرت أفيدكم شيء بسيط، كان معكم أخوكم قادم نير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.